الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة بداية الأسبوع من صباح العربية. صباح الخير راوية. صباح الخير يا مروة. صباح الخير لكم مشاهدينا. طبعا مواضيع متنوعة نبدأها بأبرز العناوين. باب الجحيم أول إنتاج عربي يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن. كيف سيكون العالم في 2052؟ الإجابة مع أبطال المسلسل. كأس العالم كل عامين فكرة تشعل حماس الجماهير، الاقتراح السعودي والمقاومة أوروبية والكرة في ملعب الفيفا. عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل أم للمرة الأولى في 50 من عمرها وغيرها كثيرات. وضمن مواضيع حلقتنا أيضا يا مروة، يلا تشوف. خريطة في أعماق البحار، مجموعة من الفنانين السعوديين يبدعون برسم المملكة العربية السعودية تحت الماء. خطوات جريئة من منصة تيك توك تحذر مستخدميها من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية وتعرض المساعدة. كهف الجن أو بئر برهوت، مخيف مرعب ومثير للجدل. وها هو فريق علمي عماني يفك طلاسم المكان الأسطوري شرق اليمن. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية وسألنا تفاعل حلقة اليوم على تويتر، ما رأيك بالإنجاب في سن متقدمة للمرأة حتى فوق 50 يا راوية؟ والإجابات سنعرضها عبر المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقتنا اليوم من المستقبل، ورحلة إلى المستقبل يأخذنا إليها مسلسل باب الجحيم الذي بدأ عرضه على منصة شاهد في آي بي منذ أيام. تدور أحداث قصته في بيروت في عام 2052، حيث يعيش المواطنون تحت نظام قمعي وتتغير حياة رجل يعيش حياة منعزلة عندما يجلب خلل تقني امرأة هاربة من النظام إلى منزله. المسلسل من بطولة سينتيا سامويل وآدم بكري وسعيد سرحان، فادي أبي سمرة ويمنى مروان وريم خوري. انضمت إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية سينتيا سامويل وآدم بكري بطلا مسلسل باب الجحيم. صباح الخير. يسعد صباحكم. عندكم يمكن مساء الخير. نايمين لسه.
صباح النور. لسه هينام. أهلا وسهلا فيكم. يعني مسلسل هو يعني الجديد والأول من نوعه بالدراما العربية اللي بيكون فيه استشراق للمستقبل وأداء تشويقي بمستوى عالي جدا. خلينا نبدأ معك يا سينتيا، يعني أنت بتجسدي دور عليا في أكشن في أداء تشويقي، خبرينا عن هذه الشخصية، كيف أديتيها وكيف تحضرتي لها فعليا؟ هلأ دور عليا كان كثير تشالنجينج لإلي صراحة، فيزيكلي وإيموشنلي، لأنه كان في كثير تحضيرات. ووقتها أنا عرفت عن المسلسل قعدنا أنا والمخرج أمين درة وحكينا كثير عن كيف بدنا شخصية عليا تتطور بالمسلسل وتبين، فكان في ليفلز لتحضيرات عليا. وكنت عم بتمرن بنفس الوقت على بوكسينج وستان ترينينج وكذا شغلة، فكان ميكس بين الاثنين وهيك طلعت عليا. طيب أكيد طبعا، يعني خلينا نذكر أن هذا المسلسل أوريدي يعرض على شاشة شاهد وموجود وفي هيكون جزئين. خلينا أسألك آدم، يعني هذه التجربة الأولى في أجواء الدراما العربية، كيف وجدتها خاصة أن أنت جاي من خلفية مختلفة، أوروبا وأمريكا وأفلام سينمائية؟ والله كانت تجربة عظيمة، يعني كانت رجوعي للعالم العربي، لأنه أول فيلم عملته عمر وغبت أوروبا وأمريكا 10 سنين، وهيك رجعت مع باب الجحيم للعالم العربي، فعندي شعور حماس كبير وفخر طبعا أتعاون مع أخوان صباح على منصة شاهد مع أمين الدرة، كتير متحمسين الحمد لله. طيب خبرونا أكثر عن الاستوديوهات الخاصة اللي بنيت خصيصاً لهذا المسلسل، لأنه تم الاستعانة بفريق بمدير تصوير إيطالي مثلاً، بفرق من برا لتساعد بهذا الموضوع. بعتقد اللي جربوا يعملوه الصباح وشاهد عم بيفرجوا انه نحن بالوطن العربي قادرين نعمل شيء بمستوى كثير عالي، مشان هيك قدرنا نجيب عالم من برا من هوليوود يخلونا نخلي هذه الكرييشن تتحقق. استثمار كبير في مواهب من كل العالم، بناء استوديو ضخم، يعني اول مره يمكن بنشوف هيك شيء بالعالم العربي. يعني حتى كان حقيقي للدرجة كنا نحن نوصل على الاستوديو نحس حالنا انه دغري بنتحول على شخصياتنا بالمسلسل، قد ما هالقد حقيقي مبين. كان شعور عن جد كأنك بسجن. طيب خلينا نروح ونتابع مشاهد اخرى من المسلسل ونرجع تاني نكمل لقائنا. ميت هو عايش هو بالحبس تبقى معنا بتعفين. اهلا وسهلا فيك. ومنهم بيسموه معتال، انا بسميه باب الحرية. شو رأيك إذا وصلتك بآدم؟ يكون بدوري الحرية. حركتك خيالية. شو صار؟ عليا تسمعني؟ طيب احنا شفنا يعني مشاهد قتاليه وفي اكشن وفي دراما، في يعني جامع ما بين خليط مختلف. خليني اعرف منكم المشاهد اللي جمعتكم انتم مع بعض، كيف كانت؟ في مشاهد قتاليه يعني يمكن كانت لاول مره انتم بتخوضوها مع بعض، قولوا لنا على الاسرار اللي ما بينكم. ايوه حبيت النظره. بالضبط، ما بدناش نحكي اشياء لما نخرب، لانه بعد المسلسل يعرض بعدنا هلا بالحلقه الخامسه. نتكلم عن الكواليس، ما بنتكلمش عن تفاصيل المسلسل يعني بشكل عام. طيب طيب هو القلوب اللي هلا شايفينه حواليكم، هذه الكيمستري اللي قالت لنا العصفوره مثلا انه هي حقيقيه وبالحياه الطبيعيه ايضا موجوده، في شيء ما بنعرفه بدنا نقوله للمشاهدين مثلا؟
يعني الحمد لله جمعنا القدر خلينا نقول، وإحنا اليوم فخورين نكون مبسوطين كتير إنه نكون كمان محبوبين. قولي يا سينتيا، قولي يا أنت. دايما بنقول قد مبسوطين إنه باب الجحيم خلينا نتعرف على بعض ونوصل لهالمرحلة الحلوة بحياتنا. إذا يعني باب الجحيم أصبح باب الحب اللي جمع ما بين سينتيا وآدم، وإن شاء الله يعني نفرح فيكم. العرس إمتى إن شاء الله؟ استعجلة مروه. آه يلا بسرعة، ما فيش وقت، إحنا في عصر السرعة، وصلنا ل 2052 فيش وقت. أكيد مش هنستنى. قريب إن شاء الله. قريب. حلو. طيب يعني ردود الأفعال حتى الآن كيف جاءت على المسلسل بما إنه ينعرض الآن على شاهد؟ ردود حلوة لحد كتير منيحة كتير صراحة، ومبسوطين انه كمان كتير من الـ younger generation عم بيحسوا انه شو هالمسلسل اللي حابين يحضروه يتابعوه، ونحن هيدا كان كمان من الهدف تبعنا. نحن يعني خلص وقتنا، بس خبرونا شو رأيكم بالمسلسلات اللي عم تنعرض على المنصات الرقمية مثل شاهد في اي بي وغيرها؟ صراحه نحن كثير حابين قديه في مثل variation بالمسلسلات، يعني بنلاقي من كل الانواع المسلسلات بالوطن العربي، في منهم نحن هلا عم نتابعهم كمان بنفس الوقت، وقصص قويه وجريئه. لا منصه شاهد بالنسبه لنا شيء كبير، بالنسبه للعالم العربي بحس شيء كثير مهم. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله موفقين في المسلسل، ونشوفكم كمان في مسلسلات اخرى تجمع بينكما. شكرا جزيلا لك سينتيا سموئيل وآدب بكري بطل مسلسل باب الجحيم او باب الحب بما معناه. مشاهير نقلوا قصص حبهم من موقع التصوير إلى الحقيقة وكللوها بالزواج. النجم توم هانكس تجوز من ريتا ويلسون بعد أن تقابلا في فيلم فالنتيرز في عام 1988. نجم سلسلة أفلام الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور تزوج سوسن ليفين عام 2005 بعد أن تقابلا في فيلم غوثيكا. النجمان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي تزوجا عام 2002 وما زال وهج الحب مشتعلا بينهما لغاية اليوم. إيمي سمير غانم وحسن الرداد بدأت قصة حبهما خلال مشاركتهما في فيلم زنقة ستات، وتزوجا عام 2016. تزوج الممثل بوراك من الممثلة فخرية أفجين في عام 2017 بعد انتهائهما من تصوير المسلسل الذي شارك بطولته وهو مسلسل طائر الحب. نختتم بالقصة الأشهر، الزوجان اللذان أطلق عليهما لقب برانجلينا. أنجلينا جولي وبراد بيت بدأت علاقتهما بعد فيلم مستر أند ميسيس سميث، وتزوجا عام 2014 ولديهما 7 أطفال. لكن لم تكن للقصة نهاية سعيدة، فقد شرعت جولي في إجراءات الطلاق عام 2016، ومنذ ذلك الحين دخل الاثنان على نزاع على حضانة أطفالهما. You don't dance. It's just part of my cover, sweetheart. Was sloth part of it too? You think this story's gonna have a happy ending? Happy endings are just stories that haven't finished yet. Newly formed. I'm breathless to hear it. You killed this. Provocative. You approached our marriage like a job, something we recon planned and executed. كأس العالم يا مروة كل عامين. فكرة يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على تحويلها لأمر واقع، حيث يكثف حملته الدولية الداعية لتنظيم البطولة الأشهر بطريقة جديدة، الأمر الذي تعارضه قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية. الفكرة التي اقترحها ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أكثر من عام ونصف لقت ترحيباً من قبل أكثر من 166 عضواً من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي شجع فيفا على طرحه بشكل حقيقي، وهو ما أثار حفيظة الاتحادات المحلية لكل من أوروبا وأمريكا الجنوبية،
مهددتان بالانسحاب من البطولة التي لم يتوج بها إلا منتخبات من القارتين المذكورتين في تاريخها الممتد من 1930. كأس العالم، البطولة الأشهر للمنتخبات العالمية، يرعاه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بدأت فكرتها عام 1904، إلا أنها لم تطبق حتى عام 1930 برعاية الفرنسي جول رينييه صاحب فكرة البطولة. تقام البطولة كل 4 سنوات، فيما ألغيت في عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية. فازت 8 منتخبات بألقاب البطولة، كانت البرازيل الأكثر تتويجاً ب5 ألقاب، وحققتها إيطاليا وألمانيا 4 مرات، فيما الأرجنتين وأوروغواي وفرنسا فازت بها 2، بينما كان لمنتخبات إنجلترا وإسبانيا لقب 1 في هذه البطولة. بدأ فيفا باقتراحات لتغيير نظام البطولة في عهد الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، حيث سيزيد عدد منتخبات البطولة من 32 دولة إلى 48 اعتبارا من بطولة 2026. تحاول فيفا إحداث تغييرا آخر بجعل البطولة كل 2، الأمر الذي تعارضه اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي. صباح الخير يا لطفي. صباح الخير. نورنا الصباح العربية من جديد. كأس العالم كل عامين، جدل كبير ورفض أوروبي أمريكي جنوبي، كيف تجد هذا الجدل؟ توافق أم ترفض؟ هلا فكرة تنظيمها كل سنتين حلو، بالعكس نستمتع أكثر. إحنا الآن بعصر السرعة، إحنا المستفيدين بس طبعاً، يعني إحنا بدنا نشوف أكثر مباريات ومنافسات، لكن للأسف في معارضة من الاتحاد الأوروبي ومن اتحاد أمريكا الجنوبية. اتحاد أمريكا الجنوبية خرب بطولة كوبا أمريكا أصلاً. اتحاد الأوروبي لازم هو اللي يصدر، يعني اللي عنده 65 دولة من أصل 209 دول تقريباً و11 بيشاركوا بالفيفا، فهو بيفترض أنه بشكل الثلث وثقل كبير، فلذلك أي قرار بحس أنه هو لازم يصدره عشان الناس توافق عليه. بلاتر رئيس اتحاد السابق من 20 سنة طرح الفكرة وعادها 2018، وأرسن فينجر مدرب أرسنال السابق طرح الفكرة، غوارديوليا مؤيد إلها، هلا إجماع عليها، معظم الناس تجمع لأنه والله كل سنتين فكرة كويسة. ولكن هذا الاقتراح يا لطفي اللي هو سعودي مؤخرا، يعني طبعا هو هلا تبناه ياسر مسح رئيس الاتحاد مؤخرا من سنة ونص أحيا هذه الفكرة. ولكن ما الجدوى فعليا يعني من أنه ينعمل كل سنتين؟ هل بطولة بهذا الحجم لوجستيا قادرين الدول أنها تعملها كل سنتين؟ وين المشكلة؟ وحيكون لها طابع هذا الوقع؟ يعني ناس تشتاق لها. إيش المشكلة؟ كل 4 سنين، يعني جيل 4 سنين. هل إحنا بعصر السرعة؟ هل تبجيكي واتساب 5 أسطر تقرأهوش، بدك فويس نوت 10 ثواني؟ بدنا بعصر السرعة نشوف. الجيل الجديد ما بيشوف كرة قدم، تعرفي الجيل الجديد ما بيشوف شيء، بيشوفش تلفزيون. الجيل الجديد على الايباد وعلى وعلى السوشيال ميديا، هذول بدهم ينشدوا ويتفاعلوا مع طيب. هذه الاحداث لانه احداث مهمه جدا. طيب. بالنسبه لاوروبا وامريكا يعني بيقولوا انه ممكن قد يؤثر على بطولاتها ويضر باللاعبين. نعم. مدى صحه هذه المعلومه؟ امكانيه التاثير مش وارده بشكل كبير جدا، لكن انه تقام البطوله ممكن، لانه الاولمبياد 4 سنين، امم اوروبا 4 سنين، كاس العالم 4 سنين، لما يصير سنتين بصير عدد بطولات أكثر، بصير التسويق بزيد، الرعايات الحقوق التلفزيونية، المنافسات، المتعة أكثر. أنت بتقدر تشاهد حدث مهم جدا بدل ما تستنى كل 4 سنين، تقدر تشوفه كل سنتين، وهذه فرصة، بالعكس فرصة للأجيال الأجيال القادمة هذه أنها تشوف، أنها تهتم أكثر بكرة القدم وتفعلها أكثر. عشان هيك حتى بطولة السوبر اللي كانت طارحينها مجموعة بريزو
ولابورتا الاتحاد الاوروبي رفضها، رد قال انا من انا بقترح بطول جديد. طب شو حيصير؟ ايوه يعني ممكن تتعارض مع الدوري الانجليزي، تتعارض مع الدوري الايطالي. ما هو بده يتبرمج هذا الحكي، ما مش حيجي فجاه. ولكن انت يمكن عم تتحدث ومروه عم تتحدث نحن من ناحيه رياضيه، ولكن نعم. جيان انفنتينو يعني اللي هو يمثل رئيس الفيفا وهو نعم. رئيس الفيفا فعليا بيقول انه الموضوع هو مادي بالنسبه له اكثر مما هو رياضي. اللي هو متهم يعني هو يتهم انه انت بتركز على الجانب المادي، هو مادي مهم ورياضي ايضا. ما انت اذا في عندك دخل اكثر كاتحادات كناس مسؤولين عن الكره انت حتكون مبسوط اكثر، سعيد اكثر. والبطولات الاخيره اللي تطرح الان شو الهدف منها؟ انه بدي ازيد الفلوس، ازيد الدخل، اريح الانديه بسبب الازمات اللي عم بتصير. كوبا امريكا بالمناسبه كم مره تلخبط برنامجها وبالاخر الان بيعترضوا. امريكا الشماليه والكونكاكاف والكاريبي هذول بايدوا، امريكا الجنوبيه، اسيا وافريقيا مأيدين للفكره، فكره الطرح السعودي لانها تقام كل سنتين. بالعكس هي اقامتها هي افضل لل طيب فيفا يعني باختصار يقول ان الجماهير توافق وفي بيان بهذا الشيء. نعم. ولكن في روابط ايضا للمشجعين يرفضون تطبيق هذا النظام، لانه الرابطه تابعه للنادي والنادي اللي بيصرف عليها فاكيد راح يتوافق على هذا الامر. الجمهور بده يستمتع، ما له علاقه. اللعيبه والرياضيين اللي بيشاركوا طرحوا لك معوقات انه حيكون ارهاق للاعب. لا، ارهاق لاي حدا ما بينظم صح. مدريد العام 65 إصابة لأنه المدرب البدني راح للإنتر، رجع السنة هلا حتقل الإصابات. كل إشي في الحياة ينظم ويكون مبرمج، ما حيصير في مشاكل. يعني نشوف على أرض الواقع صار إيه، نتمنى نشوفها حالي. بس هو في ثقل بما أنه الفيفا ضاغطة بهذا الاتجاه، آسيا وأفريقيا ضاغطة بهذا الاتجاه. المهم أصوات الاتحادات، الأعضاء في الاتحاد. نعم. في 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 الفيفا بالاتحاد الدولي، هذه هي اللي راح تصوت مش الناس، وان كان الجمهور السواد الاعظم. نعم. هو مؤيد للفكره. نعم. نعم. اذا شكرا لك الاعلامي الرياضي لطفي الزعبي على هذه المعلومات. شكرا. الوافي جدا في عالم الرياضه دائما. شكرا. نبقى يا مروى بأجواء السينما، ففي مقطع شاركه مع جمهوره على تويتر ويتوقع أنه سجل عقب تصوير المشهد الأخير من فيلم No Time Today عام 2019، ودع الممثل البريطاني دانيال كريغ دوره في السلسلة الشهيرة جيمس بوند، كما ودع الممثلين والطاقم الذين تعرف عليهم طوال رحلة صناعة الأفلام الجاسوسية الخمسة منذ عام 2005. And a lot of people here worked on five pictures with me, and I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. استقبلت عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل مولودتها الأولى معلنة عن ولادة غير متوقعة الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ممثل عن نعومي هذا الخبر وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: لقد اختارتني نعمة صغيرة جميلة حتى أكون والدتها. ولم تكشف العارضة عن تفاصيل أخرى مثل اسم الفتاة أو تاريخ ميلادها أو حتى ظروف ميلادها، ولم يعرف أيضا كيف وأين ومتى ولدت، لكن أحدث صور لكامبل بما في ذلك الغلاف الذي أعدته لمجلة أزياء مرموقة يظهر أنها لم تكن حاملا، ومع ذلك لم تقدم أي تفسير عما إذا كانت الطفلة قد ولدت من بديل أو بالتبني. ومن الرياض ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع استشاري أول الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. صباح الخير لك دكتور أسامة وأهلا فيك اليوم. يعني دائما لما بنتحدث عن أنه امرأة بعمر الخمسين أو بعمر متقدم أنجبت بتبادر إلى ذهننا المشاكل البيولوجية أو إذا كان في يعني أمور تمنع ذلك، ولكن من الناحية النفسية هل العمر البيولوجي للإنجاب مرتبط بنفسية المرأة بالعمر النفسي؟ شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم وعلى مشاهديكم مستمعيكم متصفحين. طبعا أرجو أن لا نخلط بين الإنجاب والأمومة. طبعا الإنجاب عملية بيولوجية قد لا ترتبط بأي شيء آخر،
والأمومة نفسها قد تكون غريزة في مرحلة من المراحل وقد تكون وظيفة في مرحلة أخرى، لكن يبدو أنه في حالة نعومي كامبل هو كان ضرورة أكثر ما هو شيء آخر. طبعا أكيد الاستعداد النفسي مش بس للحمل والولادة إنما للتربية المستقبلية. صحيح. أكيد أنت ملاحظة أنه دور المرأة المجتمعي اختلف عن دورها السابق. طيب يعني إحنا دايما بنحذر أنه يكون في سن مبكر يكون في زواج وحمل وحتى بكونش غير قادرة على تربية أجيال، ماذا عن سن ما فوق 50 أو في 50 من العمر؟ هل هي تنقص شيء من العاطفة أو يكون ناقصها حاجة عاطفيا أم ده هيجدد فيها أشياء تانية؟ يعني هتحس أن هي شباب هتقدر تدي وتربي في هذا العمر؟ أنا أتفق معك أنه واحدة من أكبر مشاكلنا كانت سابقا هو الزواج المبكر والأمومة المبكرة بسبب عدم الاستعداد العقلي وعدم الاستعداد التربوي اللي ممكن تتعرض له المرأة للقيام بدور كبير زي تربية الأطفال. لكن الآن نلاحظ أنه في متغيرات أخرى مثل الزواج المتأخر أو الارتباطات المتأخرة مثل الأم العاملة والأم الوحيدة والهجرة والسفر، كل هذه الأشياء لم تكن محسوبة عندما وضعت نظريات تربية الأطفال. أنا أتفق معك على الطرف الآخر أنه قد تكون هايبر موديل مثل نعومي كامبل اختارت أن تعلن عن الخبر هذا في سن معينة ربما لأنها مستمرة في كسر الأرقام لأنها حتى هذا العمر لا تزال هايبر موديل وربما تريد أن تقول للآخرين أنا لا أزال متألقة حتى هذا السن واستطيع أن أقوم بدوري الغريزي. أو هي محتاجة تكون أم يا دكتور، وهو هذا الجزء الثالث اللي نتكلمنا عن الأم الضرورة أنه هي تحتاج أنه بين فترة والثانية أنه تثبت لنفسها أنه لا تزال تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأدوار. لكن يمكن يجب أن نصارح أنفسنا، هل نعومي كامبل الآن ستكون أم مثالية؟ أعتقد هذا سنتركه للزمن أنه يحكم به، لأنه كثير من الأمهات مع شديد الأسف وأنا لا أشمل الأم العاملة أو الأم الوحيدة، أنا أشمل الأم التي بعض الأحيان قررت أن تستمتع ببعض شبابها وتركت تربية أولادها إلى الآخرين. طيب بما أنك تتحدث عن الأم العاملة، يعني ما هو برأيك العمر المثالي من منظار علم النفس للإنجاب لنعطي الطفل حقه من كل النواحي؟ أنا أعتقد أنه مسألة العمر يعني مسألة اختيارية أكثر ما هي شيء آخر، لكن هو أعتقد العمر الأمثل بالنسبة لي هي عمر النضوج العقلي اللي يبدأ بعد السن 21 ولا يتوقف نهائيا، وشكرا للسيدة كامبل اللي أثبتت هذا الشيء. فإذا وصلت الإنسانة إلى العمر التي هي ومجتمعها يعتقد أن وصلت إلى مرحلة من النضوج العقلي واللي هو مع الأسف محدود برقم قد يكون جزافي اللي هو في العشرينات، لكن بعض النساء قد تمر بفترات عمرية تجعلها أكثر نضوجا وخصوصا اللي تمر بظروف صادمة أو تمر بالهجرة أو تجد نفسها وحيدة أمام المجتمع، قد تصل إلى مرحلة النضوج العقلي قبل الأخريات. هذا مو معناها أنه أي وحدة عاشت في رفاهية أو بحبوحة لا تستطيع أن تقوم بدور الأم، لكن ربما قد يكون المحك في هذا الموضوع هو كمية النضوج في الإنسانة مش السن العمري مش الرقم نفسه. نعم إحنا وقتنا خلص دكتور، ودايما جاي أنت على الست العاملة شوية، ملاحظ أن كلامك جارح بس معلش هنعديها المرة دي يعطيك ألف عافية. شكرا. بالعكس أنا أقول أصلا الإمرأة كلام مبطن، في رسالة مبطنة، يعطيك ألف عافية استشاري أول طب النفس الدكتور أسامة النعيمي. شكرا لك. شرفنا. على الرغم من تخطيهن سن 40 لم تتخلى بعض النجمات عن حلمهن بالإنجاب ليضفن إلى نجوميتهن وشهرتهن بريقا آخر تمثل باختبارهن شعور الأمومة. فمثلا أنجبت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ابنها الأول وهي في 40 من عمرها، ورزقت ابنتها الثانية بعدها بخمسة أعوام وهي في سن 45. أما سلمى حايك وهي في 41 فكرت في مساعدة طبية للإنجاب إلا أنها حملت بشكل طبيعي ورزقت بطفلتها فالنتينا. وأنجبت مادونا ابنها البيولوجي الثاني روكو وهي في سن 42. وإلى النجمة جوين ستيفاني التي وصفت حملها بطفلها أوبولو بالأعجوبة لأنها كانت في 44. وتضيف ستيفاني أن تجربة الحمل في منتصف الأربعينات كانت مميزة جدا. وفي العام 2016 أعلنت جانيت جاكسون أنها حامل بطفلها الأول وهي في عمر 50. تحت الماء.
يبدع عدد من الغواصين يا مروة والفنانين السعوديين برسم خارطة المملكة العربية السعودية في لوحة زينت بشعار دار لنا هي، التي اختيرت هذا العام كهوية خاصة للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، والذي وافق في 23 من شهر سبتمبر الجاري. ومن جدة ينضم إلينا مدرب الغوص المهندس ربح سكيك، أهلا بك معنا صباح الخير. ويعني خارطة السعودية تظهر من أعماق البحار بهذه الألوان الجميلة، مبادرة خلينا نتكلم عنها وكيف جاءت هذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صباحكم صباح الوطن قادة وشعبه إن شاء الله بإذن الله تعالى. هي طبعا فكرة كانت زميلي فيها المبدع الدكتور عبد الله الشريف طاير معايا، هو صاحب الفكرة. كنا في غطسة قبل فترة تقريبا وكده حبينا نحن نكون نطلع بشيء حدث جميل تستاهله البلد، والبلد تستاهل كل خير وكل جميل. فكان يعني إنه إحنا كيف نترجم شعار اليوم الوطني هي لنا دار من أعماق البحر. حبينا أن احنا نقول هذا شعارنا وهذا وطننا، وكل سنة والقيادة والشعب والوطن بخير. فترجمناها من خلال موقعنا احنا كغواصين. طبعا أنا مهندس وهو طبيب، ولكن جمعنا هواية الغوص وجمعنا حب الوطن قبل كل شيء. طيب فمن هنا جاءت الفكرة. طيب خبرنا أنتم وين موجودين هلأ؟ يعني أنتم موجودين بالمكان اللي نزلتوا لتحته وخطيتوا هذه اللوحة الفنية وخريطة المملكة العربية السعودية، بلكي الدكتور أيضا بيخبرنا أكثر عن الفكرة. طيب صباح الخير عليكم جميعا. صباح. بداية رحب فيكم ورحب بالمشاهدين ومشاهدات. حقيقة حدث بالنسبة لنا نعتبره استثنائي، يعني الفكرة كانت بدايتها أنا والكابتن ربحي زي ما تفضل كنا في رحلة غوص، وكنا بنقدم حاجة مميزة لليوم الوطني 91. الحمد لله بجهود فردية وبدعم ذاتي من الكابتن ربحي قدرنا نحقق هذا الهدف ونكون متميزين على الصعيد، خلينا نقول الصعيد الرياضي اللي هو رياضة الغوص المحببة لنا، كيف نقدر نسخرها ونميز نفسنا فيها ونقدم حاجة بسيطة للوطن. الوطن يستاهل أكثر من كذا. أنا عارفة أن أنتوا فريق كبير، يعني مش عدد قليل، يعني أنتوا فريق جمعكم حب وشغف هذه الرياضة ورياضة الغوص، يمكن 512 تقريبا عدد الغواصين المشاركين، حتى يعني ليكم مبادرات أخرى ليست فقط هذه المبادرة. كلمونا عن مبادرة إنزال العلم السعودي تحت الأعماق ودخول موسوعة جينيس وتحقيق رقم قياسي هناك. أيضا هناك المخلفات البيئية، هذه المبادرات التي تقومون بها. بالنسبة للعلم كان هو في اليوم الوطني 87، وحبينا أنه نعمل شيء استثنائي كذلك. فقلنا يعني كل سنة إحنا بنحتفل، كل سنة بنحتفل بطريقتنا، بس المرة هذه حبينا نحتفل عالميا. فقلنا حبينا ندخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية، فنزلنا أكبر علم. كان العلم تقريبا 87 متر مربع، كان العمق 87 قدم، كان اليوم الوطني 87. نعم. وما نبي نقول 87 مرة، لا 87 ألف تريليون مرة كل عام والوطن
شعبا وقالتهم بخير. طبعا وبالنسبه عاد لموضوع يعني ما شاء الله تبارك الله 512 غواص هذه متطوع يعني انا بصراحه من فين جبت المعلومه هذه؟ انا ما قلتها لحد بس ما شاء الله عليك. لا تبعك لكن اسيب الموضوع دالي خطوه بخطوه. اسيب الموضوع دالي للدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله من اجمل المتطوعين من اشد المتطوعين حرصا، ما فوت ولا غطسه معايا من غطسات التطوع. تفضل دكتور. طيب بالنسبة للمخلفات يعني زي ما تفضلتي وقلتي عدد المشاركين فوق 500 من مختلف التخصصات، يعني بين أطباء مهندسين ضباط رجال أعمال كلهم بيحبوا يشاركوا لتنظيف شواطئ المنطقة الغربية بالذات مدينة جدة. الحمد لله كان المشروع يعني ممتد لأكثر من 6 شهور وطلعنا يمكن أكثر من 4 أو 5 طن من المخلفات اللي موجودة تحت في البحر. وهذه المخلفات لها تقريبا نقول أكثر من 5-6 عقود. نعم. الحمد لله بجهود متضافرة مع مجموعة كبيرة من الغواصين قدرنا يعني نطلع هذه المخلفات. نقطة حب أنوه عليها أنه المخلفات هذه وخاصة البلاستيكية بتاخذ يعني سنوات طويلة بين 300-400 سنة إلى ما تتحلل. طبعا هذه بتاثر على طيب نحن وقتنا دكتور انتهى، ولكن هيك سؤال سريع، طبعا غصتوا بكثير من المحيطات والمياه، شو اللي بيميز الغوص واللي مارستوه بالمياه السعوديه؟ المنطقه البحر الاحمر منطقه مميزه جدا بالثروه السمكيه والمرجان اللي موجود فيها، وكثير من السياح بيجون من مختلف مناطق العالم عشان يتفرجوا على المرجان اللي موجود عندنا والشيء الرباني اللي ربنا أنعمنا فيه. والحمد لله حكومتنا الرشيدة بتسخر كل الجهود إنه تخلي واجهتنا البحرية من أفضل الواجهات على مستوى العالم. يعطيكم ألف عافية على كل هذه المبادرات، وأكيد سيكون هناك مشاركات أخرى في حلقات قادمة من صباح العربية. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. الله يعافيك. ونبقى في السعودية، عززت منظمة اليونسكو الجهود التي تهدف لصون التنوع البيولوجي من خلال تعيين 20 موقعا جديدا موزعا في 21 بلدا ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. ويشهد هذا العام انضمام المملكة العربية السعودية إلى شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وذلك بعد تعيين أول موقع لها ضمن الشبكة أي محميات جزر فرسان. وللمزيد من التفاصيل، انضمت محمية جزر فرسان إلى في منطقة جازان إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. تحت هذه الخطوة نتاج أهداف وتطلعات رؤية 2030 في إطار تحسين جودة التفاعل بين الإنسان والبيئة. وتقع جزر فرسان المرجانية قبالة شاطئ محافظة جازان الجنوبية، وهي تبعد نحو 42 كيلومترا عن ساحل مدينة جازان، وتبلغ مساحة المحمية 5408 كيلومترات مربعة، بينما تبلغ مساحة مناطق المحمية البرية 710 كيلومتر مربع تقريبا. وتتميز الجزر بأمواجها المتكسرة على الشواطئ البيضاء، وهي تعد أهم مواقع الغوص في السعودية، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض كالسلحفات الخضراء وسلحفات صقرية المنقار وعرائس البحر والدلافين وبعض أنواع الحيتان وأسماك القرش.
نبدأ ساعتنا الثانية من حلقة اليوم. أنت كمراقب، لكن هذه المرة لمصلحتك، هذه المرة كما ذكرنا. فبعد انتقادات كثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين، أعلنت منصة تيك توك عن دليل الرفاهية كما أطلقت عليه، وذلك يهدف لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو الذين تراودهم أفكار الانتحار. تشجع المنصة بأسلوبها الجديد على المستخدمين على التفكير بإيجابية ومشاركة قصص النجاح على نطاق واسع، كما توجه المنصة المستخدمين إلى قسم الخبراء أو قسم للخبراء عندما يبحثون عن كلمات أو عبارات مثل الانتحار. آخر الداخلين إلى عالم منصات التواصل تيك توك. بصراحة التطبيق يحقق شعبية جارفة، إلا أن البعض يتهمه بنشر ثقافة التفاهة، بل ويتسبب بالكثير من المشاكل النفسية على المراهقين وتدني الثقة بالنفس. And action. We're live here and surprise. We're on the set of my boyfriend's brand new music video. التواصل الاجتماعي منفعة أو مضيعة للوقت، أداة للتقارب أو سبب للتباعد، لكن ربما الجواب بين منزلتين. يرد الموقع بخطوة قد تكون ثورية، يطلق اليوم آلية لمساعدة الأشخاص الذين يبدون ميولاً للكآبة أو حتى ميولاً انتحارية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل شيء ممكن، حتى أن فيسبوك وجوجل أعلنا عن استخدام ذلك الذكاء للتنبؤ بمن هم الأشخاص ذي الميول الانتحارية. إنستغرام أيضاً تحت نيران الانتقادات. وثائق مسربة أكدت بأن فيسبوك المالك لإنستغرام على دراية بالتأثير النفسي السلبي للتطبيق على الفتيات. وماذا فعل فيسبوك؟ لا شيء واضح، لكن هنالك ضمن قيادات مواقع التواصل من يعتقد بأن الداء يمكنه أن يتحول إلى الدواء. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو هنا سارة ميلاد، مؤثرة وناشطة في عالم تيك توك. صباح النور يا سارة. أهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. أهلا بك. يعني ملايين المتابعين، 7 مليون بالتحديد. ايه صح. ما سر هذا العدد الكبير من المتابعين، وأده هو ربما مسؤولية ولا عبء؟ هي طبعا أكيد مسؤولية عليك نفسيا وكجهديا، لأن كنفسيا أنا دائما أكون ستريست إن شنو لازم أنزل، إذا ما نزلتي لا بخف التفاعل، الناس ينتظرون منك مثلاً فيديو، فكهذا الستريس. إيه بعيدة عن الستريس، خلينا نعرف إيه سر المحبة ما بينك وما بين يعني المتابعين، قبل أن ندخل على موضوع مشاكل نفسية وحاجة المكلكعة دي. خلينا نفهم منك سر المحبة اللي جمع 7 مليون متابعة، رقم مش قليل. شوفي تحديات؟ مو بس التحديات هذه، ترى تغيير الكونتنت، وأهم شيء العفوية في التصوير، أهم شيء أنك أنت تروين الناس أن فعلاً أنك أنت إنسانة صادقة وأنت قاعدة تصورين وقاعدة تمثلين، ومحبة أهم شيء، لأن عندي كلهم أطفال وتين ايج. حلو الكلام. دائما انا اكون على هذا المستوى مع الناس. طيب في تحدي اللي كنا عم نتحدث فيه تحت الهواء اللي هو تميزتي فيه، اللي هلا رح نعمله نحن وياك. اي هذا خلينا نعمل. ايوه هذا مع اللي هو هذا. ايوه كذا كلاب فوق تحت واحده واحده كذا. طيب. كذا انا اتلخبط. لا ركزي. 1 2 3 كلاب فوق تحت. هذه مثل بيجيب كم مليون ده؟ 3 مليون. فقرة اللي هي أسئلة وأجوبة. حلو. بس شي سريعة يعني، شوفي وين حتى عندك التيك توك يخترع لك ترندات صغيرونة وتقدر تسألين وتجاوبين. فحلوة. طيب. بما أنك بتتكلمي على الأسئلة والأجوبة، خلينا سألنا الشباب في السعودية تحديدا، لو كنت ستقدم الآن محتوى معين على تيك توك فماذا سيكون؟ خلينا نشوف. أوكي. مش متابعة. أبغى صور يومياتي، الحياة اللي أنا عايشة يعني، والناس اللي أتعامل معهم، حياتي برا البيت زي كذا. أغلب المقاطع اللي في التيك توك أغلبها بلاهات، بس أنا اللي بوجهة نظري البلاهات هي اللي ماشي دحين يعني، لأي واحد بيسوي بلاها ما شاء الله بيطلع، الله يوفقهم، بس أتمنى يكون لها فائدة الفيديوهات والأشياء هذه. لو عندي تيك توك حطه بالبيت ما طلعه. ما عندي تيك توك صدقني.
صراحة أصور معلومات مفيدة تفيد الشعب، معلومات صحية، هذه الأمور يعني ما حصور تفاهة. أكثر شيء على تيك توك صراحة بحضر للناس أكثر، للمشاهير أكثر، بس الأشياء اللي بصورها ممكن لبسي اليومي، إشي شريته جديد، بس أكثر من هيك لا. والله أصور الأكل، أصور المحلات الجديدة، أصور مناطق جديدة، أصور زي البحر، زي جبال، أول لما أطلع أسافر أصور أخليها ذكرى. سارة، تيك توك بتقول بأنه رح توفر هذه المنصة لأمور لتساعد الشباب أنه يحلوا مشاكلهم النفسية، ولكن أنت عم بتساعدي ربما بالضحكة، ابتسامة صح اللي عم تقدميهم. هلأ إذا أنا ومروة بدنا نطلب منك تحدي، إيه؟ اخترعي لنا تحدي أو تشالنج جديد تطلقيه هلأ بصباح العربية. انت ام الافكار الجديد. ترى صدمتوني، ما قلت صدمتوني عشان شوف فجأة. يلا يلا. ما ادري، ممكن لو انا مثلا انا راح اسوي تحدي اللي هو راح يكون عن النفسيه، يعني شنو، لا انتم كاطفال مراهقين وات ايفر ايج، من شو قاعدين تعانون نفسيا؟ انا انسانه مثلا اعاني من البانيك اتاكس ان انزايتي ديس اوردر، عادي اقدر اقولها يعني علنا. فممكن مثلا انا اطلب ان هذا الشيء من الناس او من الاطفال او حتى من المراهقين ان يقولوا لنا مثلا يسووا هذا التحدي انه عادي. لان تشوفي انا على التيك توك شفت وايد بنات او وايد حتى شباب يعانون من نفس الشيء اللي انا قاعده اعاني. طيب. في بعض الناس مثلا ما عندهم فكره عن شنو هي البانيك اتاك والانزايتي ديس اوردر، فهذا الشيء يكون كتوعيه حق كل الناس، يعني هذا التحدي راح اسويه. طيب المشاكل النفسيه، بما انه انت اكثر متابعينك من المراهقين، شايفه انه يعني هذه المنصه بتوفر هذا الموضوع مؤخرا، حيفيد الناس، حيفيد هذه الفئه تحديدا ان هم يتكلموا عن مشاكلهم النفسيه؟ هو شوفي انا شايفه تيك توك اغلبه يعني كله هزار وضحك وداخلين وقت حلو مع بعض. صح، اتس لايك ان انترتينمنت ابلكيشن. بس قبل التيك توك تطلع أصلاً هذه المنصة، راح أقولكم على شيء، إن أصلاً أهما الكونتنت كرييترز الموجودين قاعدين يسوونها بدون التيك توك ما أصلاً تبتدي هذا الشيء. يعني شفت وايد ناس قاعدين يتكلمون عن أمراضهم النفسية أو من مثلاً من شنو قاعدين يعانون أو عانوا، وشلون مثلاً استفادوا وتغيروا في حياتهم، كيف مثلاً تعالجوا. فهذا الشيء وايد أنا أستانس عليه، لأن شفت بعد في وايد ناس قاعدين يعانون نفس الشيء اللي أنا قاعدة أعاني منه. حلو. طيب تيك توك، ليه تيك توك بالتحديد؟ ليه مش إنستغرام ولا منصات أخرى؟ شو اللي بيتميز في هذا التطبيق لحتى كل الناس لما بدأ تتسلى والمرح والتسلية بتروح على تيك توك؟ شوفي، هو ابتدأ أول شيء كميوزيكلي، أبليكيشن ميوزيكلي، فكان كل أغلبيته أطفال وكلهم مراهقين، وبعدين it got merged to TikTok application، فكلهم لقوا نفسهم هناك. حتى أنا وياهم، أنا بديت ترى ميوزيكلي فدخلت وياهم على هذا الابليكيشن، فكلنا ويا بعض، يعني كلهم مراهقين، الأكثرية على it's more شيء على جونا، عرفتي، على our age. هل صار أنه كل الفئة العمرية وليست فقط المراهقين يجمع بينهم تيك توك؟ يعطيك ألف عافية سارة ميلاد، مؤثرة وناشطة في عالم تيك توك. شكراً جزيلاً لك. خلال الفترة الأخيرة كثير من السيدات مشاهدين اقتحمنا مجالات اقتصرت لسنوات على الرجال فقط، ولكن ماذا عن الحلاقة الرجالية؟ هل تتخيل أن تدخل يوما لصالون وتجلس على الكرسي لتجد أن امرأة هي من تحلق لك؟ نتعرف اليوم على عبير من خلال هذا التقرير، وتطلعنا أيضا على الطريقة الصحيحة للحلاقة بالمنزل، وهذه قصتنا من الشارع اليوم، نتابع. إذا كنت لا تريد أن تفقد شعرك، لا تترك رأسك لامرأة، عبارة قرأتها وأثارت غضبي حتى التقيت بعبير إكسلانس ورأيتها وهي تحلق لزبائنها وعلى وجوههم يرتسم الرضا، فلنلتقي بها ونتعرف كيف اقتحمت مهنة تقتصر على الرجال. الحلاقة ما كانتش يعني ما كنتش حاجة مرتبة لها في حياتي، لا هي كنت أنا بدور على شغل، فهو ده اللي كان ساعتها متاح بالنسبة لي، أو مش متاح بالنسبة لي، واحدة بتقول لي علم إيه، تعالي اشتغل في كوافير رجالي. قلت لها طب أنا ما أعرفش أشتغل كوافير رجالي، أشتغل إيه؟ قالت لي أشتغل مانيكيرست. قلت لها برضه ما أعرفش، قالت لي أعلمك. المهم ابتدت تعلمني بدايات كده بسيطة، وودتني عند واحد قالت له دي بتتعلم لسه في أول شغل بالنسبة لها،
قال لها اوكي ما عنديش مشكله تفضل. كنت شغاله في الزمالك مع حد فهو اللي بقى يشجعني على الكرسي، وفي زباين كانت بتخش طب انت اللي تحلقي لي، طب انا ما بعرفش، طب انا اعلمك. الزبون هو اللي ذات نفسه بيعلمك، فعارفه حاجه جميله كده وجست جميل. فبقى هم واحده واحده كده، طب اعملي كذا، طب الاتجاه الشعريه كذا، امشي بالموس كذا، الحاجات اللي بتاعه الشغل دي. ومن هنا جرأت ان انا اقف على الكرسي. كان هو كان زبون عندي داخل، بس ما كانش هنا، كان في مكان تاني، كنت انا صاحبه المكان، فمش عارف هو داخل المحل حلاق، فالولد ما كانش الصنايعي اللي كان معايا مش موجود، فلقانا فبيقول لي وانت اللي هتحلقي؟ قلت له يعني لو حبيبه اوكي ما فيش مشكله. قال لي لا انا عايز راجل. قلت له خلاص اوكي ما فيش مشكله. قعد انتظر لغايه ما الصنايعي يجي واشتغل معاه. حد دخل وانا اشتغلت معاه، فبقى اللي هو ايه، انا حاسه بنظراته عماله تسال 100 سؤال، بس انا مش مركزه معاه، انا مركزه مع الشغل اللي انا بعمله. اللي وشه طويل ما يقصش قصه، يعني ما يعملش شعره عالي من فوق يخلي الوش بتاعه طويل، ولو واحد وشه مدور يقص بنقص له قصه تبين وشه ان هو يعني مش جامد، مش تخين. لو اي حد عايز يحلق نفسه صح يحلق بالمكنه الجيلت عشان هي تبقى بسيطه ومش هتعمل له مشاكل، وفي نفس الوقت ياخد يا دوب الحلاقه وش واحد بس، لان وشين دي بتعجز الجلد بتاع البشره، وما يستعملش الموس ده عشان ما يعورش نفسه، عشان هو مش عارف يستعمله. وفي ناس شاطره جدا 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 في مسكه الموس برضه، يعني ده وده. ياخد باله ان هو لما يجي يحلق يمسك ويمشي مع اتجاه الشعرايه، اذا كانت الشعرايه على تحت ياخدها على تحت، فوق ياخدها على فوق، ما عشان ما يتعورش، عشان وشه ما يلتهبش. نجم في الأفق بدا فرحا يشدو رغدا، نجم في الأفق بدا فرحا يشدو رغدا، اليوم وليس غدا ننتقل إلى موضوع آخر بعد هذه النغمات الجميلة. حنرجع لها تاني أكيد. لا يبخل على أي ماما بأي معلومة فيما يخص طفلها، وبطريقة كوميدية أحياناً وجد أحياناً أخرى، يرد على أسئلة متابعيه من سيارته أو عيادته أو حتى وهو يمشي في الشارع. استطاع بطريقته المختلفة أن يحصد ملايين المتابعين. الدكتور هاني عصام اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة والمعروف بخال العيال، ضيفنا اليوم في صباح العربية، وسيجيب معنا على أسئلتكم التي طرحتموها على صفحاتنا. لقيت الولد على اللينك شغال عليه والولد تعبان ومنغوص، بمم الحساب ان القعده ويربع، واروح لامم رجليه عليه سنه صغيره واسيبه يقعد عليها وينتني. القعده دي من اكتر الحاجات اللي تخليه يضرب بقليل كتير، ماشي؟ وهو قاعد هتلاقيه بيعمل والكلام ده كله، ما هو بيتحزع عشان خاطر احنا ضاغطين على بطنه، هتلاقي التفاحه طلعت من وقت للتاني، فما تقلقيش. تقولي لي رجليه زرقت من الشيله، هقول لك فكيها شويه ورجعيها تاني، بس يا وحش
موضوع العلامات البيضاء اللي موجوده على لسانه، اللي بمسحها حاجه خفيفه، ولما بمسحك ما فيش مشكله خلاص وما فيش جل يتاخد، وهي اخرنا النستاتين الاطفال اللي احنا كنا لسه قايلين عليه، وهتدي عمته حقها وتنزلي تجيبي لها الحاجه اللي هي طالباها علشان خاطر تساعدك في شيل الواد وتسيبك تنامي لك ساعتين. ها اتفقنا؟ سلميني على ابو العيال وناخد من كل رجل قبيلة. بص يا ماما سمي الله تحسي ايه؟ حسيت ان بنتي شبك مش عارف ازاي قفشتها بس لا الصوابع اهو روح تقلبها. ما فرقتش انا كده لحد ما تديني قول لي ايه كده ما عرفتش ما عرفتش روح اعمل كده واعمل لحد ما تبتدي تقول ايه؟ سيب صوابع. طب ايه اللي انا عملته ده؟ عشان ببص عليه لسه ما فيش رحت عامل كده ما جابتش معايا هو لسه قاطع نفس اروح اقلبها تاني واروح مخطط بسرعه ليه؟ اهي كده عشان تبتدي تقول دي فطردت اللبن اللي كان في مناخيرها واللي قفل زورها واللي قفل صدرها واللي لو نقطه نزلت في صدرها هتقلب معاك التهاب رئوي وتحكي السويسه. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني عصام أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة المعروف بخال العيال. صباح الخير يا خال العيال. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل. أنت بتعذبهم ولا إيه؟ يعني شو عم تعمل بالولاد؟ يعني بنحاول نكسر رهبة إن النونو الجديد ما حدش بيعرف يتعامل معاه، وبنبين للأمهات إن الموضوع مش مستحيل، وإن بابا وماما اللي لسه جداد بمتابعتهم ليا بأقل مجهود إن شاء الله يقدروا يتعاملوا في أداء التفاصيل كأنهم عندهم خبرة 5 أطفال أو خبرة 20 سنة فاتت. ده هو ده باختصار خالص. لا مش سهل خالص. طيب يعني أنت بتقدم نقدر نقول روجيتا كاملة لتعليم الأم إزاي تتعامل مع الطفل الأول، خاصة لما يكون الطفل الأول بيكون أصعب. في مسرحية بيقول لك يعني أنت شديد قوي مع الموظفين بتوعك، أنت شديد قوي مع الأمهات بتوعك. خليني أفهم، أوقات بتاخدها بطريقة كوميدية، أوقات بتاخدها بطريقة بتبهدلهم فيها في الفيديوهات. بص هقول لحضرتك حاجة، الموضوع كله كلمة خال العيال معناها إن أخوك الكبير هو أكتر حد النهاردة هيشد وقت الشدة ويقولك أنت مش لوحدك، وفي نفس القعدة طب أنت زعلت مني طب تعالي بقى النهاردة شفت النكتة الفلانية طب تعالي أما أقولك، وأنا بحاول إن النكت بتاعتي كمان أنا بحاول بس عشان أبقى شايف. ففي وسط النكت دي اللي هو بقولها من واقع ان انا اب وام في نفس الوقت، اللي هو مثلا بقول لفلانه ايه، مثلا بقول لام هو انت لسه ما بصيتيش على المكان اللي تحت الحفاضه، ايه الخيبه دي؟ وبعدها بشويه اقول لك بس على فكره انا اعرف ان انت لسه حاجه مثلا كاتبها الصبح كاتبها النهارده الفجر على تويتر، بقول ايه امانه عليك يا شيخ معجون السنان ملوش علاقه بمعجون التسلخ بكريم التسلخات خالص. فازاي ان ام وبعدين جه في الاخر بقى في النص او في وسط الكلام وفي اخره قلت لها انا عارف ان ربنا يعينك وان انت ما نمتيش بقالك كتير وربنا يقويكي، بس برضو خدي بالك معجون السنان حطيه في جنب علشان خاطر ما تجيش تدهنيه مكان كريم التسلخ. طيب هذه الطريقه اللي هي فيها فكاهه واللي هي بسيطه جدا وقريبه لقلب الاهل، خلينا بهذه الطريقه نجاوب على اسئله مشاهدينا بسرعه لو سمحت. في فاتن، ما رأيك بعلاج مغص الأطفال بأدوية من الصيدليات أم بالأعشاب الطبيعية؟ بطريقتك شو بتجاوب عليها؟ لا بالأدوية، أعشاب طبيعية لا، ولو أعشاب طبيعية الطبيعية بس لازم تبقى تحت إشراف طبي علشان خاطر الكمية نفسها ممكن تضر، بمعنى إن دواء المغص لو إحنا عطيناه للطفل تبقى الجرعة محددة حتى لو كانت المادة طبيعية لكنها متعبيه على هيئه دواء لها جرعه، ولو جرعه زادت الام تخاف، لكن لو اعشاب تيجي الام تقول انا هدي دواء المغص مثلا على هيئه اعشاب ينسون وشمر وكده تعطي للطفل كميه اكبر تدخل على بطن المولود تعمله التهابات،
او وهو في تكريع مثلا او ارتجاع يسرق منها يخش في التهاب رئوي. طيب. فبنقول لو انت هتعطيه مش من دماغك تحت اشراف الدكتور وتبقى فاهمها تتعامل ازاي وتتجهز ازاي علشان خاطر في حاجه درجه كده الامهات متعودين عليها اللي هو يعملوا الاعشاب ويحطوا عليها معلقه عسل. طب ما احنا عارفين ان عسل النحل اقل من سنه ممنوع. فنروح قايلين ايه ما تديهاش من دماغك تحت اشراف الدكتور وتعملي حسابك ان انت لما تيجي تديها كميه ما تزيدش عن 30 ملي. الاعشاب دي تبقى انت جايباها اعشاب للاطفال جاهزه او لو عملتيها تبقي جا واخده بالك انها ما هياش سخنه وبنفس الطريقه دي وفي نفس الوقت ما يدخلش عليها لا سكر ولا عسل نحل. ممتاز. اساسا ممنوعين قبل سنه. وصلت المعلومه. بقى سريعا دكتور خليك معايا وعايزه الكاركتر الكوميدي هو اللي يجاوب عليا في السؤال ده تحديدا لانه احنا كلنا بنعاني منه. ما هو الحل الانسب لبكاء الطفل في الطائره وما رايك في عوامل المساعده؟ مش هنرميه اكيد من الطياره. خلينا نشوف هنعمل ايه. لا مش هنرميه من الطياره بس على حسب سن الطفل. لو هو لسه مولود او يعني مثلا ما كملش 4 لـ6 شهور ممكن الام تبقى مجهزه معاها يا اما كفر الرضاعه وتاخد البيبي في حضنها وترضعه يا اما معاها البسفاير او التتينه بتاعته وتحاول انها تسكت البيبي. لو العيل حجمه سنه كبير شويه ممكن تضحك عليه مجازا بان هو الموبايلات ممنوعه قبل سنه ولكن ممكن ماما تبقى مشغله حاجه جنبيها ومدياله الببرونه او بترضعه ما عرفتش. في حاجات موثقة بس لازم تحت إشراف دكتور اللي هي يا أدوية الحساسية اللي ممكن تبقى بتدروخ البيبي بس الأم تبقى مجرباها قبلها تحت إشراف دكتور في بعض الأطفال ممكن تنيمهم. وفي حاجة موثقة بس في المراجع بتاعتنا بتاعت طب الأطفال إن بعض الأدوية اللي بنستخدمها كمهدئات أو منوم قصير الأمد بالنسبة للطفل اللي احنا بنستخدمه ساعة ما بنيجي نعمل لهم أشعة سواء كان أشعة تلفزيونية على القلب أو أشعة عادية أو أي حاجة مثلا بنعملها أو حتى أثناء الطهارة في مخدر بيتاخد بالفم. المخدر ده بيتاخد بجرعة معينة الدكتور هو اللي بيحددها إيه للأطفال اللي بيجي لهم. كله بإشراف طبي. إذن الدكتور هاني عصام شكرا جزيلا لك. انتهى وقتنا ولكن الحديث معك لا يمل منه. أنا الله يعينهم عليك يا دكتور. بإذن الله. بابا اللي بيدخن مفيش حاجه اسمها تطلع تدخن لي في المطبخ تحت الشفاط ولا في الحمام ولا في البلكونه وقافل المتال. لا مفيش من الكلام ده. حضرتك دخنت بره البيت وانس ان انت دخلت مفيش حاجه اسمها دخانه. او اطلع بقى روح دخن براحتك خالص ولما تخلص ارجع ما تتعاملش مع العيل الصغير في اوضه ثانيه ولا الكلام ده كله لحد ما جسمك يهدى شويه من تاثير الدخان. مفيش حاجه اسمها اصلا انا عامل سموكينج اريا ونسموكينج اريا واوضه بدخن فيها والكلام ده كله وقافل على نفسك او قافل على العيل ومامته. لا مفيش من الكلام ده. ما تدخنش في حرم البيت علشان خاطر العيال الصغيرين ادوار الحساسيه بالنسبه لهم بتقفل صدرهم. تجربة فريدة خاضها فريق علمي من سلطنة عمان مشاهدين بهدف اكتشاف إحدى الحفر العميقة في محافظة المهرة شرقي اليمن التي تعرف باسم بئر برهوت والتي حيكت حولها الكثير من الأساطير وأطلق عليها سابقا لقب كهف الجن. البئر المكتشف يبلغ عمقه نحو 112 مترا ويتميز بفتح عرضها نحو 30 مترا ويتسع في أسفله ليصل لأكثر من 116 مترا بشكل دائري كما أكد الفريق العماني العلمي على صفحته على تويتر. للمزيد ينضم إلينا من مسقط محمد بن هلال بن ناصر الكندي رئيس مركز استشارات علوم الأرض. أهلا بك معنا صباح الخير. ويعني مناظر خلابة كما شاهدناها الآن على الشاشة ولكن الأساطير والحكايات مخيفة عن هذا البئر. تفاصيل عن هذا المكان وما هو أهميته وسبب استكشافه تحديدا في هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الإضافة. طبعا خزفة دافوجيت هي حفرة موجودة في الأرض في محافظة المهرة في جمهورية اليمن. هذه الحفرة لها صيت يعني محلي عند المهرة عموما وأيضا في اليمن الشقيق وفي الجزيرة العربية عموما.
وقد أطلق عليها مؤخرا في الفترات الأخيرة اسم بئر برهوت، لأنهم رأوا بأنها تحاكي بعض الروايات التي تصف البئر الموجودة الواردة في بعض الروايات التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحفرة لها ميزة خاصة، طبعا فريق العمال استكشاف الكهوف وفريق علمي بحث يسعى لتوثيق الظواهر الجيولوجية الموجودة في الكهوف في عمان تحديدا، وممكن ايضا تكون له اعمال خارج سلطنة عمان. بحكم أهمية هذه الحفرة ويعني صيتها، قرر الفريق العماني بدعوة من بعض الإخوة اليمنيين والتنسيق رسمي مع الجهات الموجودة هناك بزيارة الحفرة، وتقررت هذه الزيارة خلال الأيام الماضية بعد أن يعني أصبحت طيب. بعض السيد محمد، يعني خلينا نخبر المشاهدين عن أبرز هذه الأساطير المخيفة التي قيلت في هذا الكهف، شو أبرز هيك قصة؟ يعني هنا كثير من القصص، لو جينا على القصص الواردة في الروايات سواء كانت هذه الروايات صحيحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن كذلك، بأنها حفرة يعذب فيها الكفار وبأن ما هو شر ما على وجه الأرض، وبأنها يعني فيها يعني خلينا نقول الجن وغير منها. هذه بعض التصورات الواقعة من تاريخيا عن هذه الحفرة، سواء كانت هذه البئر هي حفرة ذات دافوجيت أو خصفة ذات دافوجيت كما تعرف المهرية، أو كانت غيرها. هذا الوصف الوارد عن بئر برهوت. أطلقوا أيضاً يعني سيد محمد عليه كهف الجن، ويعني كان في أساطير مخيفة، أنتوا كفريق يعني ما خفتوش وأنتوا داخلين هذا المكان أنه ما كانش فيه نوع من القلق والرعب حول هذا المكان يعني المجهول، مجهول الهوية بالنسبة لكم أنتوا ما شفتوهش قبل كده، وخاصة هذه الأساطير التي تدور حوله؟ يعني بالنسبة لنا هذه الأمور كلها لم تكن أي يعني مصدر خوف، لم تكن مصدر خوف ولم تكن يعني مثيرة للتردد بأي صورة. نحن مدركين تماماً أن كل هذه الكهوف الموجودة في المنطقة هي كهوف طبيعية ولا ترتبط بأي شيء وارد سابقاً، وسواء يعني حدث هذا الشيء، نحن زرنا يعني مئات الكهوف كفريق في خلال 5 سنوات الماضية وما رأينا ولا مرة شيء يثير الدهشة خارج نطاق إدراك البشري العلمي، وفريقنا طبعا فريق علمي بحث، بالنسبة لنا ما كان عندنا أدنى يعني تردد أو خوف أو شك بأن الحفرة ستكون طبيعية 100%، كانت فقط احتياطات سلامة عادية جدا. إذن محمد بن هلال بن ناصر الكندي رئيس مركز استشارات علوم الأرض، شكرا جزيلا لك. وورودك تغريني.
شهيات القبال. طبعا انضمت إلينا هنا في الاستوديو المغنية ريتا مخايل ومعها هازف الكيبورد نصيف أبو جودة. أهلا فيكم. أهلا بكم. نورتونا، يعني زينتونا استوديو صباح العربية بأغاني جميلة. ريتا، أنت يعني تميزتي وبتتميزي اللي بتابع مسيرتك بأغاني السيدة فيروز، هل هيدا اللون الغنائي اللي أنت بتفضلي أنك تغنيه ولا عندك يعني ألوان أخرى بتحب تغنيها؟ لا، بغني غير اشياء اكيد، بس انا هيدا اللون المفضل لي اللي انا برتاح فيه وبحس حالي انه خلينا اذا بدك نقرب نحكي على الميكروفون. فهيدا اكثر لون انا برتاح فيه، وبحس انه اذا حدا بيسالني لمين بتفضلي او مين احلى شخص بحب تغني له، فعطول سيده فيروز. انا صراحه ما عايزه اسمع اكثر ما اتكلم واسمع الصوت. انا سميتك الصوت الحنين في احساس عالي، خليني اسمع صوت. يلا كمالة فيروز، شوف أحلى أغنية لفيروز. سيدة فيروز. يلا. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عارم للطريق، وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، تحكي عني يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لأنا بعيد المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، بتحكي عني يا حبيبي لأنا بعيد المي، ولما بيدور السهر تحت النديل المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بنت الشلبيه عيونها لوزيه، بحبك من قلبي يا قلبي وانت عينيا، بحبك من قلبي يا قلبي وانت عينيا، بتطل وبتلوح والقلب مجروح، ايام عالبال بتعين وتروح، ايام عالبال بتعين وتروح،